بطبيعة الحال هو تأتي هذه الندوة يعني في سياق يعني التحولات الجيو استراتيجية التي يعرفها هذا الملف، كذلك تأتي في سياق يعني وطني، يعني احتفال كل المغاربة بهذه المناسبة السعيدة لاسترجاع يعني أراضينا يعني الصحراوية. وبالتالي نحن ننخرط دائما كاتحاد المغربي في الشغل في مختلف القضايا التي تهم سواء الشأن الداخلي أو الشأن الخارجي، لا سيما حينما نتعلق الأمر بالعيل يعني ملف مهم وحساس وجودي متعلق بالصحراء الوطنية والوحدة الوطنية. بطبيعة الحال يعني هناك أنشطة على مستوى الاتحاد هي يعني مستمرة. موقف الاتحاد المغربي للشغل كان موقفا دائما مشرفا، دائما ينتصر للقضية الوطنية، دائما وراء القيادة يعني السامية لجلالة الملك وكذلك مختلف هياكل الدولة في الدفاع عن الصحراء المغربية. الحمد لله نحن كمغاربة نحس بكثير من الاعتزاز والفخر بأن هذا الملف يأخذ ملفا عفوا يعني يأخذ مسارا إيجابيا من خلال يعني بسط النفوذ على الأراضي التي كانت هناك فيها إشكاليات أمنية وقانونية. أنا نستحضر باعتزاز تدخل القوات المسلحة في منطقة القرقارات، نسجل كذلك الحضور الدبلوماسي المغربي القوي في مختلف الهيئات سواء الإفريقية والدولية وكذلك من خلال المنظمات الأخرى. وبالتالي الاتحاد المغربي بالشغل دائما في مختلف محطاته يدافع عن هذه القضية الوطنية ودائما يقدم المقترحات. اليوم نحن نجتمع اليوم معك مع متخصصين وباحثين ودكاترة في المجال هذا في الملف الصحراء المغربية، اللي هي أنشطة متعددة يعني تدخل الدكتور العجلاوي يعني ممثلين ديال الشبيبة العمالية، كذلك يعني سيقدم كتاب الأخ والصديق والرفيق الأستاذ بشعيب الحمراوي بعنوان الوحدة الوطنية القضية الأولى للمغاربة. هذا الكتاب بصدق يعني يلخص المسار التاريخي والمسار السياسي الذي يعرفه هذا الملف. كذلك هذا الكتاب الذي أتشرف بتقديمه وتقديم قراءة عنه هو يحاول أن يلامس كذلك السياقات الإقليمية التاريخية سواء الماضية أو الآنية، كذلك يقدم مقترحات من شأنها يعني أن تعزز ثقافة الانتماء للوطن، أن تعزز كذلك ضرورة التسلح بكل وسائل الممكنة للدفاع عن الوحدة الوطنية اللي هي في نهاية المطاف كما جاء في العنوان الكتاب هي القضية الأولى للمغاربة. للأسف أن الجزائر لا تلعب كل أوراقها. لماذا؟ لأنها تعتبر الصحراء هو ملف وجودي، ووجود الجنرالات هو مرتبط بملف الصحراء، وبالتالي هم يحاولون تصريف المشاكل الداخلية يعني الجزائرية عبر اصطناع هذا المشكل وكذلك والتمادي وتصعيد اللغة، لأنه كلنا كمغاربة استمعنا إلى اللغات الصعيدية التي تواجه بها الجزائر المغرب في ظل طبيعة الحال المواقف الثابتة للمغرب، الاستراتيجية والتقدم إلى الأمام وكذا عدم الإنصات لمثل هذه الأصوات. كما قلت هي مسألة وجودية للجزائر لأنها تحاول أن يعني تبرر ما تنفقه من أموال على مستوى العتاد العسكري واللوجستيكي يعني في مقابل الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشها المواطن الجزائري الشقيق. وبالتالي أعتقد بأن لا تلعب آخر أوراقها عفوا، لكنها يعني المتواجه بسمات الموقف المغربي وبصلابته وكذلك بقوة دعم المنتظم الدولي والعديد من الدول سواء الإفريقية والعربية حتى بعض الدول الأوروبية، وكذلك لا ننسى الموقف المهم لاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي عزز يعني مكانة المغرب وعزز استراتيجيته البعيدة المدى. بطبيعة الحال يعني الاتحاد المغربي الشغل كما قلت سابقا هو دائما يعني وراء القيادة السامية لجلالة الملك في تبسيط وتسطير كذلك مختلف الخطوات التي يمكن أن يقدمها المغرب في هذا الملف. الاتحاد المغربي الشغل عبر الهيئات وعبر كذلك الجامعات وعبر النقابات يقدم أنشطة، كذلك يعبئ في مختلف المسيرات التي تنظم بهذا الصدد. الاتحاد المغربي الشغل هو فاعل أساسي في العمليات للتحسيس بالقضية الوطنية وكذلك الدفاع عنها بسماتها ومواقفها في كل المؤتمرات سواء المتعلق بالمركزية أو مختلف النقابات والجامعات. هي دائما تعزز الفكر المواطن، تعزز ضرورة الإيمان بقضيتنا الأولى. كذلك ننسى على المستوى الإعلامي مثلا يعني النقابة
الوطني للصحافه ومهن الاعلام يعني اليوم تشارك يعني في هذا اليوم الدراسي، كذلك هي مقبله كذلك على ندوه يعني مقبله حول تعاطي الاعلام العمومي والخاص كذلك مع قضيه الصحراء. هنا لابد من الاشاره بانه يعني هناك اشكاليات حقيقيه على مستوى تعاطي الاعلام للعموم والخاص، يعني باستحضار يعني ما حدث في من تعاطي سيء جدا لاسبانيا في العديد من الملفات، وكذلك التعاطي الغير مشرف والغير يعني اخلاقي الذي تقوم بعض وسائل الاعلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.